واليوم ظهر الحق والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. وهي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وبهذه المناسبة أتقدم باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء. إن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر من دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن وفاعل مؤثر في الساحة الدولية، وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي، كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساس أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية.